مشاهدين الأعزاء، هنا الاستعداد جاري على قدم وساق لانطلاقة الشوط الثالث في المجموع الثاني للأبكار. نذكر فقط بأفضل توقيت زمني الذي ذهب مع شمروخ للسيد سعيد بن زايد بن سعيد الخياري، نهنيه على هذا الفوز بالشوط الأول والتوقيت الزمني 2:08:09 من الثانية، وحتى الآن هو صاحب أفضل توقيت. إذن انطلق هذا الشوط واندفعت الأبكار في الشوط الثالث، هذا الشوط الثاني في المجموع، وبالفعل لا يقل أهمية عن الأشواط التي مضت وانقضت. مقدمة المسير أتابع على المقدمة المسك لراشد بن علي بن دلوان، والمركز الثاني وصلت هنا احتفال التي تريد الاحتفال بهذا الشوط الثاني للأبكار لسيد محمد بن راشد بن عامر النعيمي، وتسللت الآن التي تسللت الشحن للسيد علي بن محمد الكبيسي على بداية المسير، والعصا قوس ما شاء الله المركز الثاني. إذن لا تزال المسك للسيد راشد بن علي بن دلوان، وتريد أيضا أن تحظى بهذه النقطة لهذا الشوط الثاني. وثالثا أرى هنا احتفال على المركز الثالث للسيد محمد بن راشد بن عامر النعيمي. لقصر المسافة لا نزال نتابع المقدمة ونتابع الشحانية علي بن محمد بن حمد الكبيسي على المقدمة على الصدارة. إذا للمركز الثاني تسللت الآن، تسللت صاحبة الزعفران، هذه معيضة إذا للسيد حزام بن راشد الزعبي على المركز الثاني. ولكن أروني البداية، أروني من بعدت المسافة، هي الشحانية للسيد علي بن محمد بن حمد الكبيسي. والتوقيت، التوقيت يا الكبيسي، تلاحق التوقيت الزمني، جائزة التوقيت الزمني، كاس لصاحبة التوقيت. سير سير يا رجال، التوقيت مع الشحانية علي بن حمد بن حمد أو علي بن محمد بن حمد الكبيسي الذي يقود هذا الشوط قيادة حكيمة وباعدت المسافة. لا، المركز الثاني بالفعل معيضة للسيد حزام بن راشد الزعبي، ولكن خلاص الشحانية علي بن محمد بن حمد الكبيسي هي صاحبة هذا الشوط، والتي أيضا تقدمت الأداء والتوقيت على ما يبدو بأن التوقيت قد تحطم. المركز الثاني شديدة للسيد محمد بن سعيد آل خديعة، وثالثا المركز الثالث. إذا لم نتعرف على المركز الرابع الثالث معي شوف مش على سود إذا التوقيت الزمني لم يتحطم التوقيت 2:12 بالفعل 2:12 بالوفاء والتمام.